رجعنا لكم مرة تانية، وطبعا الفن هو عنوان وحضارة الشعوب، والحقيقة هو مش بس عنوان، هو عنوان ومضمون. كمان ده مش معناه ان احنا لازم كلنا نكون فنانين، بس بمعنى تاني ان لو لقينا فنان ولقينا حد عنده موهبة لازم نساعده ان هو يطورها ويحاول ان هو كمان يوجدها، ونحاول نخلق له الاتموسفير او الانفايرمنت، او نقدر نقول كل السبل من خلاله ان احنا نقدر نشجعه، لان كل واحد فينا لو عنده موهبه هيقدر بجد يدي البلد دي، والبلد دي تقدر ان هي تكون في الصفوف الاولى، او نقدر ان احنا نتقدم. زي ما متهيألي الكاتبه الصحفيه اللي كانت معانا قبل كده لما سعاد ابو النصر قالت ان الفساد عشان يخلص لازم يبدا من الانسان بنفسه. اوكي طيب، احنا دلوقتي كان معانا مبادره الحلم نور، وهما كانوا موجودين معانا قبل كده في نهارك سعيد، وده كان كليب متهيألي بيعرض نشاطهم، بس هنتعرف عليهم اكتر كمان. فاسمحوا لي يكون معايا عصام فايز ومؤسس مبادره حلم النور. صباح الخير، ازيك؟ صباح النور. وكمان معانا نادين اميل، اوكي، مدربه الرقص المعاصر بمعسكر الفن بمبادره حلم نور. صباح الخير ومنورنا. صباح النور. ومعلش انا اعذروني شويه، انا عندي برد فصوتي يعني. سلامتك. الله يسلمك. وتفكرونا بالمؤسسه وبالمبادره كمان، سوري، وباهم اهدافها كمان. احنا مبادرة اسمها حلم النور، بقالنا تقريبا سنتين ونص بنتكون وبنتأسس. هدف المبادرة ان احنا نكتشف المواهب الشابة اللي موجودة في أرض مصر، ونحاول نقف جنبهم ونسندهم. صحيح، انا فعلا متاسفه جدا. انا في حاجه مهمه جدا كان المفروض اقولها كمان عن المبادره، ان هم بيلفوا محافظات مصر كلها وبيدوروا فيها على المواهب، عشان دي يعني حاجه مهمه جدا بصراحه، وتشكروا عليها. يعني هي دي بالنسبه لنا اهم حاجه، وده كان يعني بدايه الفكره، ان احنا قدرنا بعد سنين نشوف انه في مواهب شابه موجوده في حتت كتير بس مش مخدومه فنيا، والشباب موهوبين بشكل مش طبيعي. طب هي آليات التنفيذ ده ازاي؟ بيتم ده ازاي؟ هي دي بقى اللي احنا داخلين عليه. احنا الاول ابتدينا زي حفل افتتاح، عملنا افتتاح، وهو ده اللي احنا جينا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. لكن ابتدينا دلوقتي بقى البرنامج التدريبي لمبادره حلم النور، واول خطوه في البرنامج التدريبي ده معسكر الفن اللي احنا جايين نحكي عنه اكتر النهارده. فعلا، ايه هو معسكر الفن وهيقام امتى وهيبقى فين وازاي الناس تقدر تشارك؟ ناتين. يعني ممكن برضه عشان عصام هو اللي مسؤول اكتر في المعسكر ككل، بس انا عارفه ان انت هتدربي رقص. هضرب رقص معاصر. هو المعسكر من 1 ل 7 اكتوبر. وهيبقى في اسكندريه. هيبقى في اسكندريه في المدينه الشبابيه تبع وزاره الشباب. والفكره ان هو هيبقى معسكر بيضم كل الناس اللي هيبقوا اتقبلوا، اللي الناس اللي هيبقوا بيقدموا. يعني هو احنا حاليا فاتحين اللي هو الابلكيشن اونلاين، فالناس بتقدم في مختلف المجالات الفنيه، يعني عندك رقص معاصر، عندك تمثيل، عندك موسيقى، عندك كتابه، عندك اخراج، عندك مونتاج تصوير الى ما اخره، حتى التقديم. فانا بقدم دلوقتي، يعني انا دلوقتي لو عايزه ادخل معسكر الفن ده بقدم الابلكيشن اونلاين. نقدر نوصل لكم ازاي اونلاين؟ على الويب سايت. أيوة. حلم النور، يقدروا يكتبوا حلم النور. أوكي. بالعربي او بالانجليزي هيوصلوا، وعلى الفيسبوك طبعا دي اهم حاجه، عربي وانجليزي، يكتبوا حلم النور هيطلع لهم الصفحه، هيلاقوا الايفنت في كل التفاصيل، في كل الابلكيشنز، اي حاجه فيها ارقام تليفونات. في شروط يعني في شروط مخصوصه عشان يتم لو انا عايزه اقدم مثلا؟ ايوه طبعا. يعني هو عامه هي الفئه العمريه، ده اول شرط اللي هو من 18 ل 25 سنه. بس كل مدرب عامل شروط معينه للتقديم. اوكي. ليها علاقه بهو هيمشي البروجرام ازاي، البرنامج ازاي بتاع المعسكر. فمثلا في الرقص المعاصر احنا هدفنا مش ناس تكون ما اتحركتش قبل كده او ما رقصتش قبل كده، بس حد بيبقى بيتحرك بيبقى بيرقص بس مش عنده المجال انه ينمي الموهبه دي. يعني فعلا انت يا نادين، ايه خططك في التدريب، وفي نفس الوقت ايه خططك في التدريب واكتشاف المواهب بالظبط؟ هو بلان يعني. هو انا برضو عايزه اقول انه انا حابه بدرب مع مدرب تاني اسمه عزت اسماعيل. اوكي. واحنا الاثنين يعني عايزين نعمل بروجرام او الخطه اللي احنا ماشيين فيها ليها علاقه بانه الحد يبقى طالع عنده تعمق اكتر في الاساسيات بتاع الرقص المعاصر، عرف الوسط هنا، يعني الشغل بيبقى عامل ازاي يقدم، مين الناس اللي يروح لها، يعملها اوديشن فين، كل الحاجات دي. وبرده انا بالنسبه لي واحنا الاثنين يعني بشكل شخصي برده انه
فنيا وانسانيا يكون الحد ده حصل فيه نمو، لانه الفن زي ما كنت بتقولي الفن يعني وسيله مش بس يعني للنمو وانك تعرف اكتر حاجات عن نفسك طبعاً. والحركه بشكل خاص بتعمل ده. اوكي، لو هنتكلم اكتر فايزه عن بقيه الايتمز او بقيه الحاجات التانية اللي موجوده في معسكر الفن، احنا اخترنا الحاجات اللي شفنا فيها ليها احتياج كبير الوقت اللي فات، خدنا كل اقسام الميديا، تصوير، اخراج، مونتاج، كتابه سيناريو، كتابه ادبيه، عزف. معانا الكتابه الادبيه دكتوره سحر الموجي، هي اللي هتدرب على الكتابه. معانا العزف والغنى مايسترو ناير ناجي، كان موجود المره اللي فاتت، يعني معانا ناس مدربين شاطرين قوي. الهدف من البرنامج طول الوقت ان احنا نشتغل على الانسان، الانسان الفنان، يعني تنميه الانسان نفسه، صح؟ يعني ومعرفه قدراته وازاي يعرف يوظفها، الحاجتين في نفس الوقت. يعني احنا شفنا كتير قوي شباب فنانين بعد ما بيبتدوا يدخلوا المجال ده، طبعا لو قدروا يوصلوا لحته ان هو يدخل سوق العمل والفن، اكتشفنا ان هم مش بيقدروا يكملوا، لان هو انسانيا ما تحطش جواه المهارات ان هو يعافر ويثابر وان هو يشتغل مع ناس تانية وان هو يكمل وان هو يحلم وان هو يمشي السكه لحد الاخر. ومعروف ان الطريق مش كله ورد، يعني زي ما بيقولوا، يعني لازم يكون فيه شويه مطبات. يعني هي الفكره غالبا مش بيبقوا عارفين، يعني مش بيبقوا عارفين ان هو هيقابل مشاكل، فاكر ان حلم الشهره والنجوميه هيبتدي من اول مره على طول. وفي حاجه تانية يعني لسه كنا بنتكلم عليها انا ونادين، فكره انه ان احنا عايزين نغير نظرة الاهالي لفكرة الفن، انه مش معنى ان هو يبقى فنان ان هو كل الحاجات بقى اللي بنسمعها سلبية. صحيح. يعني احنا مثلا عندنا تحدي في موضوع الرقص المعاصر بالذات، ان احنا يبقى عندنا بنات من الصعيد. الله. ده لو عرفنا نجيب ولاد من الصعيد اساسا يبقى كويس، بس يعني لو بنات من حتت مختلفة واللي احنا عارفين ان هم شاطرين اساسا، يعني عندهم يعني ده الموهبة موجودة جواهم. لكن يا جماعه لو تفتكروا زمان ايام، سوري معلش انا قطعتك، بس انا بفتكر دلوقتي ايام الفرق والفنون الشعبيه بتاعتها بتاعت زمان، وقد ايه ان كان في ناس وبنات ولاد عائلات كمان كانوا موجودين فيها. فاحنا برضو فكره ان احنا نغير المفهوم ده مهم جدا. بشكركم يعني. يعني نادين لازم تعرفي نادين بتعمل ايه غير ان هي مدربه رقص. يعني نادين يعني عندها حياه كامله. انا من لبنى على فكره. يعني انا مذيعه في البرنامج الاوروبي في الاذاعه. وجنب ده يعني انا بعمل مسرح ورقص معاصر، واصلا برضو في الكورال مع مايسترو نايم ناجي، هو ده اللي عرفني بعصام ومبادره يعني. ف يعني يعني جاي من كذا مختلف كده، من كذا مجال جداً. يعني يس هايل. طيب احنا معانا شويه صور، وعايز اعرف كمان مبادره حلم نور وصلت لكام محافظه لحد دلوقتي، وايه مخططاتكم للمرحله اللي جايه؟ طيب احنا لما بدانا المبادره كانت الفكره ان احنا نحاول نلاقي شباب متطوعين في كل محافظه، نلهمهم ونشجعهم ان هم يستخدموا المواهب الفنيه اللي عندهم، ان هم يعملوا تاثير في المحافظات اللي هم فيها. فاحنا ده صور في المنيا، صح؟ دي صور في المنيا. دي عملنا الشباب اللي موجودين من المنيا، نزلنا عملنا يوم فني لمدرسه في قريه بسيطه، والمدرسه بسيطه جدا، شباب متطوعين قاموا بكل حاجة، عملوا مسرح ومسرح عرايس ومسرح تفاعلي. حضرتك اللي شايفاه ده حصل بره المدرسة، يعني بره سور المدرسة، الشباب والأهالي والقرية كلها اتجمعت عشان تشوف اليوم ده. عايز أعرف بقى رد فعل الناس بيكون عامل إزاي؟ يعني عايز أقولك اليوم ده كان بالنسبة للقرية يوم زي يوم العيد كده، الأهالي كلهم خارجين بلبس جديد، الاطفال يعني مروحين، صح؟ يعني الناس عايزه فن وعايزه تتعلم جداً وعايزه تعرف الفنون. بصي في صور، يعني الصور اللي موجوده بتعرض دلوقتي الاطفال هم اللي رسمينها بايديهم، يعني احنا بس الشباب كانوا بيحاولوا يساعدوهم او يرشدوهم لاستخدام الماتيريالز، الخامات يعني اللي في ايديهم، لكن اتفاجئنا ان هم فعلا مبدعين، عندهم حس أكيد. بالالوان، عندهم حب للالوان ولان هم يشتغلوا بايديهم، فنانين. احنا بس محتاجين زقه، محتاجين حد يعمل لهم الجو والمناخ المناسب عشان يطلعوا الفن اللي جواهم. صحيح. المعسكر كمان انا عرفت ان يعني ان انت تشترك فيه ده مجانا. الاشتراك في المعسكر هو تقريبا مجانا، الاشتراك رمزي جدا يعني لمساعده في التكلفه بتاعه. يعني انتوا بتصرفوا منين بقى وهتصرفوا على انشطه المبادره منين؟ بصي احنا صرفنا وبنصرف وهنصرف، الموضوع كله قايم على
المؤسسه مؤسسه الشرق الاوسط للدراسات والتنميه اللي هي احنا المبادره تحتيها. المؤسسين بتوعها هم ناس موجودين من الشعب المصري عايزين يساعدوا على قد ما بيقدروا. ده جزء من المصاريف بتاعه المبادره بتيجي منهم. الجزء الثاني الشباب المتطوعين اللي موجودين اللي هو احنا منهم يعني بنحط فلوس زي اشتراك، بنحاول نطلع فلوس من جيبنا، يعني بنحاول نعمل حاجات من عندنا. الحاجه الثانيه اللي احنا ودي حاجه اساسيه ان المدربين نفسهم ناس كتيره منهم بيستغنوا عن اجورهم، ناس كتيرة بياخدوا شوية تكاليف بسيطة علشان يقدروا يكملوا حياتهم، فهم شايلين معانا بشكل أساسي. ودي حاجة أنا بحس إن هي دي قلب المبادرة، إنه الناس مصدقة في المبادرة لدرجة إن هي تدفع فلوس من جيبها عشان تبقى موجودة فيها وتتعب فيها. ومدليل نادين نادين بالظبط. عايزة أعرف بقى نادين، أنت عرفتي إزاي بالمبادرة دي، وفي نفس الوقت إيه اللي خلاكي تكوني عضو فعال فيها وتشتركي وكمان تنقلي خبراتك، بما إنك عندك ما شاء الله كتلة فنية جميلة جدا جدا في حاجات كتيرة قوي which is perfect يعني، فعشان كده فكرة إنك to pass this on أو إنك كمان تخلي تعلمي حد which is متشهالي حاجة حلوة جدا جدا. أنا زي ما قلت أنا كنت يعني أنا لسه ما زلت في كورال القاهرة الاحتفالي لمايسترو ناير ناجي، وعرفت من المايسترو عن المبادرة وتحمست قوي للفكرة، لأنه فكرة إنه في كذا مجال فني مش مجال واحد. وفكره المعسكر بالنسبه لي كانت حماسيه جدا، يعني فكره انه يبقى في معسكر هيبقى فيه كل المجالات الفنيه دي مع بعض وكل المدربين دول مع بعض، حاسه ان هيبقى فيه خبره حلوه قوي من الناس وتبادل خبرات. تبادل خبرات بالظبط، هيبقى حلو قوي. اوكي فده حمسني انه اخش في المبادره. وبعدين بعد كده احترمت قوي يعني عصام زي ما كان بيتكلم، هو وراء يعني جيش من الشباب المتطوعين اللي عندهم شغف غير طبيعي وعايزين يعني يفرقوا. وكل ما بطلب منه حاجه اقول له على فكره يا ريت مثلا نعمل كذا، الاقي ناس بتعملها يعني ففي كده حب وشغف يخليك غصب عنك عايز تكمل وتمشي لقدام وتحس انه ايه ده يا جماعه في امل كبير وفي لا وتعملي مجهود وتحطي تمرين وتحطي بلان انك عايزه تمرني وهتعلمي بالظبط كده. ويعني انا شايفه ان المعسكر يعني فكره مهمه وحلوه جدا، بنشجع الناس كلها اللي عندها الموهبه وعندها الشغف انها تعرف اكتر، انها تخش على الويب سايت بتاع حلم النور وتخش على الفيسبوك بتاع حلم النور عشان تقدم. يعني هم هيلاقوا كل المجالات قدامهم، هيختاروا مجال هيخشوا عليه، وهيلاقوا كل مدرب عامل اسئله بسيطه جدا هم بيخشوا بيها، واحنا بعد كده بنبص على الاستمارات وبنختار الناس، وهيبقى في انترفيوهات مقابلات يعني وتجارب اداء الاوديشنز، ومن هنا بنختار يعني. بس حلو جدا. طب احنا معانا صور هستاذنك نعلق عليها. ده كان فين؟ ده كانت في اسيوط، محافظه اسيوط. برضو الشباب المتطوعين كانوا عايزين يستخدموا فكرة الجرافيتي علشان نقدر نقول حاجة مختلفة في الشارع. اليوم ده كان بالنسبة لنا مميز جدا، ان احنا برضو اشتغلنا كل الناس متطوعين، وجات لنا ناس من محافظة المنيا عشان يساعدوا معنا. والصور دي بالذات اللي بتتعرض دلوقتي، دي حيطة كانت تحتيها زبالة، كانت مقلب زبالة مغزى، والشباب بتوع المنطقة ارشدونا ليها، فاحنا تحمسنا لفكرة ان احنا نبيض الحيطة وان احنا نلون عليها. وطول الوقت احنا بنحاول نشجعهم هم يعملوا كده بايديهم. على اخر اليوم الحيطه دي كانت المنطقه كانت متنظفه، الحيطه كانت بقت متبيضه، الالوان بقت مبهره. تعالي ليه سالتك على فكره استقبال الناس لحلم مبادره حلم النور؟ عشان في ناس كتير تقول لك يا عم احنا مالنا بقى، ما خلاص ده مش موجوده مش عايزه اشارك. بس عشان كده فكره انك تقولي لا، الناس بتستنى بتستنى حلم النور وبتستنى المبادره دي وبتستنى ان اي حد يجي بس يمد لها ايد. اللي احنا شفناه بالذات في المنطقه دي انه الشباب موجودين وجاهزين وعايزين يعملوا حاجه ويصدقوا حد بس يقول لهم، يعني حد يصدقوا فيه، يعني شايفين ان هو مش جاي يستغلهم يعني في حاجه بالظبط، وان هو عايز يعمل كده لخيرهم بجد ويساعدهم بشويه ادوات بسيطه. وعلى فكره يعني هم دفعوا ثمن البياض، وهم اللي دفعوا اشتروا فرش جابوا السلالم لا هم عملوا كل حاجه. انا يعني النتيجه بتاعت الحيطه دي بالنسبه لنا كانت مبهره. وهم حسوا في اخر اليوم انه الحيطه دي
بتاعتنا. صحيح. محدش ينفع يقرب واحنا اللي عاملينها بنفسنا لا حاجه كانت مبهره. انا يهمني بس ان احنا يعني هطلع من ده انه على فكره انه الاستمارات وانه الابلكيشنز اللي موجوده اونلاين احنا عندنا تحدي رهيب انه الشباب وهم بيملوا الاستمارات يبقى بالهم طويل. احنا كل الاسئله اللي حاطينها وكل الطلبات اللي طالبينها درسينها كويس قوي علشان كانها نوع من الفلتر. يعني اللي هيملى الابلكيشن ده لوحده ده بالنسبه لنا تحدي. هو الابلكيشن مش صعب. الاسئله كلها حاجات بتشجعهم هم يفكروا في نفسهم في احلامهم في اللي هم عايزين يعملوه. فدي نقطه مهمه قوي. انا شفت طبعا. شباب كتير متحمسين وابتدوا يملوا الابلكيشنز وفي شباب كتير حسوا ان هو طب هاجل الموضوع شويه طب بعديها بشويه وبعد كده يكسلوا وبعد كده طب اصل مش عارف اعمل ايه. انا عايز اشجع كل الشباب طولوا بالكم لانه سكه الشغل بعد كده هتبقى طويله. الحاجة التانية اللي نفسي أحب أقولها يعني أنه المعسكر الفن ده خطوة. دي خطوة أولانية. إحنا هنستقبل بس في 150 شاب وشابة بعد كل الاختيارات. الخطوة اللي بعديها أنه من 150 هناك في المعسكر هنختار مجموعة تكمل معانا ورش تدريب متخصصة هينزلوا فيها يتدربوا مع المدربين بتوعهم جوه المجال الفن في وسط فنانين حقيقيين وفي وسط يعني جراتشول. المعسكر مش بس هيقتصر على الفتره من دي خطوه رقم واحد. الخطوه الثانيه الدرجه الثانيه ورش تدريب بس هي بعد ما يتم عمل بقى فلتريشن لل يعني نقدر نقول الاوائل يعني او اللي يعني الناس اللي هتبقى في المعسكر هنشوف المثابره والشغف اللي عندهم ومنهم يا ريت كلهم اللي يكملوا لانه مش هيبقى عدد كبير وهيكملوا على اساس ان شاء الله على اجازه نص السنه يبقوا بنعمل بقى الورش اللي هي المكثفه. طيب اوكي فاز. وبعد كده خلال الورش اللي هتتعمل دي هنعمل مشاريع تخرج محترمه مش فخمه مش جامده يعني عشان نبهر الناس بس عايزينهم هم يطلعوا يشتغلوا في مشاريع يقدروا يشوفوها يقدروا يدخلوا بيها مهرجانات يقدروا نلف بيها محافظات نعرضها يبقوا فخورين ان هم اشتغلوا بيها ويبقى كانه اول عمل. وبعد كده كاننا هنبقى حطيناهم على بدايه الطريق يعني مش هيبقوا خلصوا لكن خلاص انتوا عندكم اغلب الادوات اللي احنا نعرفها واللي عارفين ان هي ان انتوا هتحتاجوها بعد كده انتوا هتقدروا تكملوا. يمكن بعد كده نلاقي اماكن عايزه تقدم منح ليهم تدريبيه متخصصه اكتر. يمكن نلاقي حاجات تقدر تتفتح. لكن احنا بتصوروا الحاجات دي على يوتيوب ولا لا؟ احنا في حاجات كتيره موجوده على اليوتيوب برضو حلم النور يدخلوا يلاقوا كل حاجه. يعني اغلب الحاجات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وانستجرام يعني كل حاجات السوشيال ميديا اكتبوا بس حلم النور وهيلاقوها. طيب انا وقتي خلص وانا كنت سعيده جدا ان انا موجوده معاكم وبتمنى لكم التوفيق وان شاء الله احنا موجودين معاكم في اي وقت واحنا بنساندكم احنا كمان فالبيت مفتوح لكم في اي وقت وتيجوا تعرضوا كل اللي انتم عايزينه. اتمنى لكم التوفيق. شكرا. كان معايا هبدا بنادين ايميل وهي مدربه الرقص المعاصر وكمان مذيعه في البرنامج الاوروبي زميله كمان ما شاء الله كتله فنيه جميله جدا وكمان معايا عصام فايز مؤسس مبادره حلم النور. بشكركم جدا يا جماعه ويوم سعيد واتمنى لكم التوفيق. شكرا جدا. فاصل سريع وهيكون مع ريهام وهنتكلم عن اسواق سوق المال العام بورصه.